ناس بتسأل ايه هي اعراض مثلا الجلطة او الذبحة الصدرية في القلب. اهم حاجة هو الالم في الصدر. الذبحة الصدرية بتبقى الم في الصدر شديد زي حاجة طبقة على صدرك، وتستمر فترة، يعني ما تقعدش مثلا دقيقة او دقيقتين، لا تستمر فترة اكتر من تلت ساعة. ولو استمرت فترة اكتر من ساعة وما راحتش، يفضل ان احنا لازم نتوجه للمستشفى ونعمل رسم قلب، خاصة لو في عندنا عوامل خطورة. عوامل خطورة طبعا منها السن الأكثر من 50 سنة، منها السكر، الضغط، التدخين طبعا، الكوليسترول العالي، وبالتالي ده يعني يزود نسبة حدوث الجلطة. ولازم الناس ما تاخدش الموضوع بسهولة، اللي هو لا ده شوية برد، لا، لو الألم ده استمر لفترة طويلة لازم نروح نعمل رسم قلب.